لا تاكل هم المصاريف، ان شاء الله رح نلاقي له حل. طيب دكتور، رح ابعثهم على المدرسه، اصلا ديننا الاسلامي بيامرنا ان نتعلم. من بكره ان شاء الله رح ابعثهم على المدرسه. واذا بدك بعت مرتك مشان تتعلم. شو هالحكي، لوين بدي ابعتها؟ صارت بهالعمر وبدها تروح على المدرسه؟ وعلى فرض اني بعتها، مين بده يقوم بشغل البيت؟ انت شو بدك؟ انا بخلص شغلي وبعدين بروح على المدرسه، موافق؟ يلا اسكتي اسكتي. بدك تصيري دكتورة ولا محامية؟ لا تقلي لي جاي على بالك تصيري مختارة الضيعة. اي يعني ليش لا؟ ايه رح ابعتها لشوف شطارتها. شو هالزمن العاطل؟ لك الرشاد آغا يلي كل الناس بتعمل له ألف حساب، فصعوني توقف بوشه. جوم على بيت إبراهيم وجيبها من عنده، أنت ليش خايف؟ أنا بدي بس يعني أخي حميد ما بيرضى بهالشي. بابا شو بدك انت؟ ما شايفتيني عم بحكي مع عمك رشاد؟ بقلك على شغله وبروح. يلا احكي. هاي الانسه زينب والدكتور طارق عم يطلبوا من الاهالي يروحوا على المدرسه، وحتى النسوان كمان. شو بابا فيني روح؟ شرف، هاي بدهن يانا نبعث نسواننا على المدارس كمان. طيب بابا انا روح على البيت. رشاد ليك يكون بعلمك هاي بنت اخوك متفقه مع طارق. بعرف، بس شو أعمل إذا أبوها ما عم يحكيها شي؟ صحيح عمي، عم يقولوا إنه عن قريب رح تعملوا عرس ببيتكم. عرس شو يا بنت؟ لهلأ ما عندك علم معقول؟ الدكتور وزينة. خرسي، أنت شو عم تحكي يا بنت؟ شو عم يصير بين الدكتور وزينة بها؟ والله أنا ما بعرف، هيك عم يحكوا. مين؟ مين؟ اسمعني يا أغا، هاي بنت أخوك لازم تعرف حدودها. ايه والمدرسة؟ ولك نقطينا بسكوتك، وقت المدرسة هلا، روحي على البيت. يلا. عبدو يلا خفها شوي مشان تخلص على الكير. بسرعة بسرعة الله يرضى عليك. شو؟ عبدو اطلع لبرا، يلا. يلا ابني يلا، اطلع شوف الغنمات. دير بالك ها. امرك ايه. خير في شي صار معك؟ حميد اسمع منيح. بتقول لبنتك خليها تقعد عقلي. ليش؟ هي شو عاملة؟ طول الوقت قاعدة مع الدكتور، الناس عم يحكوا عليها. شو؟ هن الاثنين مع بعض لأنه عم بيشتروا سوا مشان الضيعة. الناس مو شاطرة إلا باللعي. بعدين كيف بتخليهم يحكوا؟ ما بتعرف تسكتهم؟ لك خليني أحكي لك كل شيء، عم يحكوا عليك كمان. قال أنت قلبك ضعيف. مين هيك عم يحكي؟ هلا أنا صار قلبي ضعيف؟ صدقني كلامه مزبوط. مو أنت زلمة؟ جيبني أرمين من عند إبراهيم. يا الله، وآخرته وآخرته. عم تفكر بسهر؟ كانت كتير تحب تروح على المدرسة. تعرف أنا كمان صرت حب روح على المدرسة مثلك. مو عم يقولونا نروح على المدرسة مشان نتعلم؟ أنا رح أعمل هالشي بس مشان سهر. والله فهمان عليك، وأنا كمان رايح معك. بدي أتعلم الكتابة، طالما ما عم بقدر إلا لحنان عن حبي بدي أكتب لها رسائل. لنشوف إذا أهل الضيعة رح يجوا ولا لا. أنا واثق إنهم رح يجوا. أنت ليش عم تهمل شغلك؟ مو لازم تروح المستوصف؟ يلا بعد شوي. كنت عم بستنى الوقت المناسب لأحكي معك. زينب، ما فيك تتهربي مني مثل مبارح. ليكي أنا زينب. أول ما شفتك حسيت إني ارتحتك. ميت أهلا وسهلا. مو قلتي لنا إنه نجح؟ مرحبا. خير ما عملتوا؟ بدي أتعلم أقرأ وأكتب. برافو عليكي، على أول مقعد. تفضلوا تفضلوا. تسمحينا ندخل يا آنسة؟ شو هالحكي بتشرفوا؟ جبت الأولاد ومرتي كمان، معلش رصي عليهم مشان يتعلموا. يلا صار لازم أمشي. الله معك، تفضلوا تفضلوا، قعدوا هون، تقعدوا عاقلين هون. إيه ونحن اجينا كرمال سهر دكتور. نحن جايين نتعلم. امشي تفضلوا، فيكم تقعدوا هون. بس سؤال، مسموح للرأيان انهم يتعلموا كمان؟ طبعا، واذا يعني كنت راعي لازم تتعلم. تفضل فوت. وانا كمان جاي اتعلم. برافو عليكي حنان. ايه ها اجي هون حنان. قعدي يا حبيبتي. بعيد تعود. تفضلوا تفضلوا، اهلا وسهلا. يلا امي اقعد هون. اقعدوا وين ما بدكم. كمان رح احملها.
حبيبي تفضلوا. اهلين يا الارض. لكم الصبح اليوم. يا الله ما نسيت. ما قلت لك انه اهل الضيعه رح يجوا؟ روح لورا، مو شايف انه ما في محل هون؟ اول شيء اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شو رايكم نبدا بدرس؟ المختار بعت لنا هدول الأدوية، قال بيجيب لنا الباقي بعدين. خير دكتور، في شيء؟ ديالا، هلأ مو أنا وإنتي مثل الأخوة ولا أنا غلطان بهالشي؟ مثل الأخوة؟ إيه أكيد. بصراحة أنا أول ما شفتك حسيتك مثل أختي. وأنا كمان بحس أنك أخي. بصراحة أنا حابب أنك تساعديني مو نحن أخوات. طيب قل لي أنا كيف فيني ساعدك؟ ديالا أنا عم لاقي صعوبة بإني عبر عن عواطفي، حتى هلأ عم أخجل إني إليك شو الموضوع. هاي القصة اللي مخليتك متضايق من الصبح؟ أي ليكي أنا يعني زينب عم تفهمي علي ما هيك؟ بتحبها مو؟ ايه يعني هذا الحكي لازم تقلها يا إله. طبعا انا بدي اياك تساعديني، ما عم اقدر الا اني بحبك. انتي قولي لي هالشي، قولي لي انه طارق بيحبك، واذا حسيتيها بتحبني انا بقلها لامي تطلب لي اياها فورا. يعني موافقة انك تساعديني ما هيك؟ ايه. استني مو تقلي لهلأ، عندها درس خليها لبكرة. ماشي بقدر روح. طيب الله معك، ديري بالك على حالك. ديالا شوفي وقعت الأدوية. أنا بلمون، روحي أنتي. ديالا كأنك عم تبكي. لا أبدا، ليش لحتى أبكي؟ طيب الله معقول. شيخنا استنى، انا حابب احكي معك شوي. قل لي شو بدك، انا عم بسمعك. طول عمري بعرفك انسان عادل ولهلا، بس هالمره عم توقف مع سناء. نحن اصحاب الحق مو هيك؟ لا انت هالمره غلطان، انت بتعرف منيح انكم عم تظلموا سناء وبنتها، وشي طبيعي واقف جنبها، ومساعده المظلوم بتبقى واجب على كل مسلم. بس هي السبب بهالشي، طلعت عم تكذب علينا. كل شي بدي اياه منك انك تطلع برات هالقصة كلها. لا تواخذني يا شيخنا، انت ما دخلك بهالقصة، ليش عم تخبي البنت عندك؟ يكون بعلمك اذا ما بتعطيني البنت بدي اجي اخذها بالزور.
لازم نحط حد لهالمشكلة. نحن ما بدنا مصاري. يا بتقول وين حسام، يا بتعطينا البنت لهون وبس. يا شيخنا خلصنا بقى، هذا كل شي عندي. شيخي استنى شيخ شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكيد هذا حميد كان عم يهددك ما؟ هدول الجماعة مو ناويين يجيبوه على خير، لازم نلاقي حل لهالقصة. وبرأيي إنه أحسن حل تخليها تهرب من الضيعة هي وأمها. انتبهوا علي، مشان تاخد ايدكن على الكتابة تكتبوا لي هدول الخطوط على دفاتركن. ماشي طيب. أهلين ديالا، خير صاير شي؟ ليش صفنان ما عم تكتبي انت على هذا الدفتر واعطيني القلم؟ ماما وين بدي احكي معك بموضوع، بستناكي برا. خلصي والحقيني. ايه هي الحاله، يلا انتوا اكتبوا انا هلا بجي، ما رح طول. طيب ما بعرف كيف بدي اقول لها، والله ما عم بقدر. يا ربي ساعدني. شو هو الموضوع يلي بدك تحكي معي؟ خلصي درسك، انا عم استناكي. كانك كنت عم تبكي. لا ابدا، مدري ليش عيوني عم يدمعوا، ظاهر انه بدي رشيح. طيب احكي، ليش متلبكه؟ احكي شو بدك مني. ليكي طارق هو اللي بعدني لعندك، قال ما عم بقدر يعبر لك عن مشاعره. يعني بصراحة هو، إذا تريدي لا تكملي. ليش؟ شو السبب؟ أرجوكي دياله، خلص أنا فهمت هو شو بده. لازم يعرف إنه أنا ما عم حس بهالشي أبدا. يعني هلأ أنتي ما بتحسي شي تجاه طارق؟ لا، يعني أنا بصراحة بعتبره مثل أخي الكبير. الظاهر إنه هو فهم علاقتنا غلط. قلي له ينسى هالموضوع لأنه أنا ما عم فكر فيه. بعدين صراحة أنا رجعت على الضيعة وكل همي علم أهلها، مو أتزوج. حلمي لسه ما تحقق، عم تفهمي علي ما هيك؟ أنا بتمنى إنه تقولي له هالحكي. طيب قلتي للدكتور هالحكي؟ شبكي ليش عم تبكي؟ هي هي طلعت ما بتحبه. زينب كانت عم تكذب علي، أنا بعرف إنه هي بتحبه لطارق. أنت كيف عرفتي؟ أنا متأكدة إنه بتحبه، شفت هالشي بعيونها. طيب ليش لحتى تكذب؟ شو بيعرفني؟ يعني لإمتى بدكم ضلكم عايشين بخطر؟ فكري بنيرمين، خلص اتركوا هالضيعة. فهماني عليكي، ما بدك تروحي مشان ما تبعدي عن ابنك. والله ليكون جنبك، بتعيشوا سوا باسطنبول. وشو بيضمن لي هالشي؟ ديالا وينك يا بنتي؟ مسحي دموعك، يلا جدك على الباب. أهلين شيخنا. خير جدي، صاير شي؟ لازم تهربوا من الضيعة بسرعة يا بنتي. ليش شو في؟ ديالا روحي على بيت خالتك سناء وقلي لها الحكي. بس أمي جوا. كتير منيح. سناء، سناء، والله حميد سمعني كم كلمة ما بيطمنوا بالمرة، بجوز يهجموا على البيت وياخدوا نيرمي بالقوة. إذا عملوا هالشي ما فيني واقف بوشهم. لا ياخدي بنتك واهربي. انت هيك رأيك؟ ديالا روحي لعند الدكتور وجيبي عنوان رفيقه يلي باسطنبول، ارجعي من الباب الوراني لحتى ما يشوفوك رجال حميد. حاضر ماشي.
شو صار معك؟ مو وقتها، بعدين بقول لك. خالي سناء وبنتها قرروا انه يهربوا من هون. قال جدي يعطيني عنوان رفيقك يلي باسطنبول. هلا بدهم يروحوا؟ ايه. هلا اول شيء بتروحوا على ضيعه كوبجا، بتقولي للمختار بعتني لعندك الشيخ ابراهيم وبتحكي له قصتك. طيب امسكي لقلك يا بنتي. لا والله مو لازمني، خليهم. خلاص بقى خديهم، لا تعذبيني. طيب كيف بدي اترك الضيعه؟ بيتي وارضي. خلاص هلا مو وقت تفكري بهدول الشغلات، شو بكي؟ لا تخافي، انا دغري رح الحقك على اسطنبول. طمني وحياتك رح اجي وجيب لك الاماني معي. والله هيك احسن لك، تخلصي من ظلمهم. يلا اتكلي على الله وروحي. امسكي عنوان رفيقي مكتوب هون، انا متاكد انه هو رح يساعدكم. يسلموا ايديك. الله يسلمك. يلا يلا هلا بتتاخروا. يلا 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 بسرعه، يلا روحي. الله يرضى عليك. يلا أمي، مع السلامة. ديروا بالكم على الطريق، الله معكم. روحوا الله يسلمكم. ديروا بالكم منيح. اصلا هالزلمه ما بينفع معه الحكي، راسه يابس، الظاهر انه ما راح يسلمنا اياها بالحسنى. شبا شبا صبور، بكره بتشوف النتيجه، راح يسلمنا البنت. قاعدين هون ومو دريانين بكل شيء صار. خير ان شاء الله. انو خير؟ ابراهيم عم يهرب سناء وبنتها من الضيعه. شو شبكم صفنتوا؟ راحوا صوب ضيعتكم جاك، روحوا جيبوه قبل ما يوصلوا لهنيك. علي مصطفى محمد امشوا معي، يلا نشوف. يلا جهزوا الخيول بسرعه. وحشتي يلا يلا. هاي جماعة بيشو ميرمين، وقفي وقفي، تعي. امي ميرمين. يلا امي خلينا نروح، تعي لهون. امي امي يلا امي خلينا نهرب. ميرمين ميرمين ركيني وروحي. ميرمين ركيني، عم قلك روحي. يلا امي يلا امي يلا خلي روحي، تعي لهون روحي، عم قلك هربي. ميرمين صارت من حقنا، عم تفهمي؟ اتركها بقى، بنتك صارت إلي. مشان الله يا حميد اتركها. ميرمين ميرمين مشان الله. ميرمين لا تخافي، تعي لقلك. لك جاي ساعتك، أنا تعي لهون، لا تخافي، تعي. يلا يلا هاتي يدك، طلعي يلا. أيوة تمسكي. ليش تأخرتي لهلأ؟ رحت على بيت خالي سناء مشان اقفل الأبواب. الحمد لله انهم تركوا الضيعة. اي الحمد لله. صحيح ما بدك تحكي لي شو صار بينك وبين زينب؟ بلا، قالت لي انه انت مثل اخوها الكبير.
بس هيك؟ بس هيك. أنا كنت واثق إنه هي بتحبني، وأنا متأكد. قلي لي شو حكيت كمان؟ هاد كل شيء. أنا مثل أخوها؟ ظاهر ما صدقني. شو؟ يخرب بيتها، اختفت. بجوز راحت باتجاه الجبل. طيب شو واقفين عم تستنوا؟ يلا روحوا جيبوا البنت يلا. وانت قلتها. يلا يا شباب يلا على الجبل. يلا يلا شباب يلا على السريع يلا. ما عم تقدروا على بنت صغيرة ما هيك؟ ما بيعرفوا هذا المكان؟ لا اطمني. عدي بنتي عدي ارتاحي. شو بدي ساوي؟ والله ما بعرف. بس انت قلت لي رح تساعدني. يا انا ساعدتك، شو بدك ساوي اكتر من هيك؟ بتمنى اني خبيك ببيتي، بس بتعرفي حنان والله بتنشر القصة. لك بنتي لا تبكي، خليكي قاعدة هون لتعتم العين، ولوقتها إلا ما الله يفرجها معنا. لا تخافي راجع لك. عبدو زيدو وينكن؟ مو مبينين. وين انهفيتوا؟ وينك ولا؟ شوفي يا أغا، وانت التانية شو عم تساوي هون؟ كنت عم بسقي الغنمات. ليش وين راحوا الريان؟ هلأ قبل شوي راحوا على المدرسة لعند بنت أخوك زينب، بدهم يتعلموا القراية والكتيبة. شو قلتي؟ والله ما كان ناقصهم غير يتعلموا. شو صار لهم هالعالم كلهم جنوا؟ بصيصة أنا بورجيهم. يلا تحركوا لا قوم على الشغل. زينب أكيد أنت بتعرفي ليش إجيت. ما بعرف بس كلام ديالة ما فات براسي. شو يعني الشغلة بالزهر؟ إذا بتريد لحد تفكر فيني. الظاهر أنك فهمتيني غلط. ليكي أنا ما عم ألعب، عن جد أنا من كل قلبي. اسكت طارق، إذا بتريد انسى هالموضوع. أنا حكيت كل شي عندي. بس أنا مالي مصدقك. ليش عم تحاولي تخبي؟ الحقيقة مبينة بعيونك. بصراحة أنا بكن لك مشاعر الاحترام وبس، لأنك أنقذتني وأنقذت أبي وأخي علي كمان. لهالسبب أنا بحب ضل معك، بس الظاهر إنه حضرتك فهمتني غلط. ويا ريت كمان تنتبه على تصرفاتك أكتر، نحن هون بضيعة. بكفي بعد عني لو سمحت. Ahem.
والله شو هاد، ما بيعيشوا غير بهالأراني. وينكن يا شباب؟ شو بدك؟ زيدان بأي مخيم هلأ؟ هلأ هو بالمخيم يلي بآخر الوادي. ايوه، إلو عندي خبرية ذهب. لكن قلتولي رح تتعلموا ما هيك؟ ما بتستحوا بعد ما صرتوا بهالعمر عم تروحوا على المدرسة مثل الأولاد؟ شو رح تستفادوا ها؟ العلم رح يخليكم تصيروا أغنياء؟ هات من إيدك تضرب شوكبي. شو هاد؟ لك لولاي بتموتوا من الجوع. بدكم تصيروا فهمانين ما هيك؟ بصيرك لشوفوا لك حيوان. يلا ما عاد لكم شغل عندي. يلا. لا مشان الله يا أغا، هو متجوز وعنده مرة وولاد. خلص بس قلعني إلي، أنا عزابي. لساتكن واقفين هون؟ يلا ولكن قلعوا، يلا لبرا، وخلقتكم ما عاد بدي اشوفها بالمرة، يلا، يلا. حميد قلي شو صار معك؟ البنت اختفت، بس أكيد لساتها بالضيعة، آغرتها لعنا. إذا بتريدي مرت أخي تركينا لحالنا، بدي أحكي معه عن فراد. رشاد، بكرة بتكون نيرمين عندك. سمعني منيح، أنا اليوم رحت على المدرسة وشفت بنتك والدكتور بوضع ما عجبني بالمرة. رشاد، بنتي مرباي وما بتغلط، لا تكون مخربت. بالله شو؟ معقول أنا توعم بنت أخي؟ دير بالك بلا ما بنتك تعمل شي مصيبة. زينب بابا امشي لقلك. يلا تعالي هون. لي قدامي. بابا اضطرمي. يا قليلة الحياة، كيف هيك بتساوي؟ كيف هيك بتعملي؟ بابا شو القصة؟ شو هذا اللي عم اسمعه عنك؟ صحيح في علاقة بينك وبين الدكتور؟ لا هذا الحكي كذب، ما في شي بيناتنا. بس عمك هيك عم يقول انه شافكن بعيونه. انت هيك عم تحكي؟ ليش شو شفنا عم نساوي؟ اسألي حالك وبتعرفي شو مساوي. شو في بينكن؟ بابا انت بتعرفني منيح وبتعرفوا لطارق كمان. قلي كيف بتصدق هالحكي؟ انت يلي مربيني، انا مستحيل اعمل شي وطي راسك. شبك هلا صرت ما عاد تثق فيني؟ معقول عم تشك فيني؟ لك كل هالحكي كذب. خلص انا مصدق، سامحيني، ساعت غضب، انا غلطان بحقك بعرف، وانتي اشرف من الشرف. لك يا بنتي ديري بالك على حالك، وانا بوعدك انه ما عاد رد على حدا. خلاص حبيبتي لا تبكي، ما بحب شوف هالعيون الحلوه وهي زعلانه. إيه لك أنا بدمعتين ضحكت عليك. والله تاري عندك بنت مو قليلة بالمرة، يلا تصطفل منك لبنتك. معلش. رجلك مفكوشة وبإيدك في تمزق، خليكي رابطيها شي يومين. ما عم تتوجعي ما هيك؟ إيه بس مو جسمي اللي عم يجعني، قلبي اللي عم يجعني. بنتي ضاعت مني. السلام عليكم، ما عليكي شر، إن شاء الله معافاي. طمني في أخبار عنها؟ في خبرية رح تفرحي، الحمد لله قال بيشو ما مسكوها للبنت. ألف الحمد لله. ما اختلفنا، بس يا ترى وين قاعدة هلأ؟ أنا بظن إنها متخبية بشي مغارة بالجبل. بعد شوي رح تعتم العين. ولي على أمتي شو بدها تساوي هلأ لحالها هنيك؟ شبكي؟ ما تأكلي؟ والله مالي نفس. ايه والله معك حق، وضعك كتير صعب. ما قلت لي أنا شو بدي ساوي هلأ؟ تعرفي قصتك ذكرتني بقصة البنت رشا، مشان ما تتجوز من واحد كبير هربت من الضيعة، ولقيت أحسن حل إنها تطلع على الجبل. بعدين سمعنا إنه انضمت للإرهابيين اللي هنيك، بس الله أعلم، يمكن عايشة يمكن ميتة، ما حدا بيعرف. أمي حكت لي هالقصة. طيب ليش ما بتطلعي أنت على الجبل وبتحتمي بالإرهابيين؟ هذا مو حل، مشان الله ساعدني مختار. مزبوط، مشكلتك بدها حل. بكرة أكيد رح يجوا يدوروا عليكي هون، وإذا ضليتي بهالقرنة أكيد رح يلاقوك. لك روقينا شوي، هلا مو وقت البكي، لازم نلاقي حل. خلص انا طلع براسي الحل،
شو هو؟ اسمعيني منيح، هلا بتحملي حالك بتروحي على وادي النهر، ومن هنيك بتطلعي على ضيعة دران، القطار بمر من هنيك، تركبي وبعدين بوشك على المدينة. بعدين بتروحي على هالأوتيل، بيعرفوني هني لا تخافي، وأنا بخلي أمك تلحقك لهنيك، ماشي؟ طيب بس بعدين كيف بدي أركب القطار؟ ما فيكي إذا ما معك بطاقة، والبطاقة حقها مصاري. استني شوي، خدي من إيدي لشوف، خدي، يلا يلا قومي مشان تتيسري. استعجلي إيه؟ وديري بالك على الطريق. كتر خيرك، الله يخلي لنا إياك. ما رح أنسى لك هالمعروف. يلا يلا، ما في وقت، وشك على وادي النهر، مسكي، يلا توكل يا الله، يلا يلا، الله معك بنتي. يا حبيبي، مالي مصدقة إمتى رح أقدر ضمك. يا حبيبة قلبي، قولي علي إن شاء الله. روحي يا بنتي، الله يحميكي منه. إمتى رح يجي اليوم يلي نجتمع فيه ثلاثتنا؟ أنا ليش هيك قلت له؟ تعرف أنا كمان بحبك من قلبي. شو كان صار لو قلت له هالشي؟ لا هيك منيح، ما بدي اياه يعرف، لازم احافظ على السر. يا رب انت ادرى بحالي. شبك لك أمي، ليش هيك متضايق؟ احكي لي شو صاير معك؟ تعبان شوي ماما. أكيد زعلان على أهل هالضيعة، مو هيك؟ الحق بإيدك، لأن وضعهم كتير بيزعل لك ابني. نحن شو بدنا فيهم؟ خلينا نروح من هون. ماما إذا بدك رجعي أنتي، أما أنا فبقيان هون، وإذا بتريدي لا عاد تجيبي هالسيرة مرة تانية، ماشي؟ السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام مختار. يعطيك العافية حميد. خير، شوفي جايك بالحكي. رشاد آغا بدي الحلوان. وليش بقى؟ شو المناسبة؟ ليك مو فايقين لك من عند الصبح؟ ها عرفت لكم نيرمين وينه. اليوم الصبح شافوه الرعيان. مختار هات من الآخر، البنت وينه؟ شافوه رايحة باتجاه وادي النهر. يا ولد روح جيب رجال لهون. أوام. حاضر يا آغا. على أساس إنه هذا الطريق أمن لي.
صباح الخير يا أحلى زينب. صباح النور، يلا عن إذنكم. حنان، صباح الخير أنسة زينب. درسك المساء ليش جاي هلأ؟ أنا حبيت المدرسة، معلي أدرس مع الأولاد، هيك بتعلم بسرعة. طالما حبيت المدرسة فيك تجي بأي وقت. شو صار لي؟ لا ما فيني شيء. انتي مريضة شي؟ لا ما فيني شي. لكن من شو هالوجع؟ نفسي عم تلعي، الظاهر اخدة برد، هلا بصير احسن. طيب ناديلها للدكتور؟ لا ما في داعي، رح اغلي لك شوية نعناع ماشي؟ والله ما بدي، طمني هلا بصير احسن. لا ما بصير، هلا بجي. يلا حنان. والله يا الشغلة فيها أنا ما فاتت براسي قال أخذ برد، وقت جبت سيرة الدكتور نقزيت، قال نفسها عم تلعي وما بدها ساوي لنا عنها. نفسها عم تلعي وفي دوخة كمان. أكيد حامل، هيك لكان، بس يا ترى من مين؟ هي بسبب الدراسة تقلعنا من شغلنا، شو يعني حرام نحن نتعلم؟ حتى الدفتر شقه، خلص هلا ما حد فينا نتعلم. أصحكم تفقدوا الأمل؟ نحن بدنا نتعلم حتى لو بدنا نموت من الجوع. إيه معك حق. أهل الضيعة ما بيتخلوا عنكم، الله كريم بكرة بتلاقوا شغل تاني. أنا رح أحكي مع الشيخ إبراهيم وهو أكيد رح يساعدكم، لا تاكلوا هم.